تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة ضمن العملية العسكرية التي أعلنت في الساحل الغربي. ألوية العمالقة وبمساندة من المقاومة حققت تقدما كبيرا باتجاه مديريات التحيتة والجراح وزبيد والحسينية عقب معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي. هذا التقدم ساعد قوات الجيش بتضييق الخناق على الميليشيا في أكثر من جبهة بعد أن تلقت فيها الميليشيا خسائر في العتاد والأرواح. مصادر عسكرية قالت إن القوات أحكمت سيطرتها على مفرق الجاح والمشرعي والحسينية جنوب الحديدة بعد أن عززت ألوية العمالقة من تواجدها في تلك المناطق. مراقبون يرون أن التقدم الذي تشهده الحديدة يعد مؤشرا على تغيير سير الجبهة العسكرية بشكل كامل، والتي تأتي بالتزامن مع ما يحققه الجيش في جبهات تعز وحجة. لكن المعركة في الساحل لم تحسم بعد، مع اقتراب الجيش من مناطق تعد استراتيجية كمدينة الحديدة مركز المحافظة والواقعة على أهم الموانئ البحرية في سواحل اليمن الغربية. ويبدو أن هذه المعركة ستأخذ وقتا أكثر كونها أصبحت مرتبطة بتداعيات المساعي السياسية في البلاد، خاصة وأن المجتمع الدولي ما زال يكثف جهوده للتوصل إلى حل ينهي الحرب، إلا أن هذه الجهود كسابقتها وصلت إلى طريق مسدود.